قال لا يا حاج، ايه اللي حصل بقى؟ سمعته ايه الصبح؟ هو كان جاي منين الحاج عوض؟ كان رايح يودد موجودين احمد ابنه. موجودين. هو شغال ايه يا عم عوض؟ شغال عنده محل بيت. يا عم احمد مش عارف احمد بيودي نادي النادي الصبح، بيطلع المحل بيشوف شغله بقى في المحل وكده. ده وقعوا في بحر جبيل قناطر، ده في جبيل قناطر. جبيل قناطر نفسها طبعا ما قدرش. انا عرفت ان عم عوض طلع وافتكر ان ابنه معاه في العربيه، نزل تاني جابه ما طلعش. يعني بعد ما نزل من العربيه بعد ما وقع بالعربيه، نزل بالعربيه في الميه. طلع هو افتكر ابنه تحت، نزل جابه ما طلعش. كان بيحاول ينقذه، كان بيحاول ينقذه فما عرفش يطلع فين. بقى لله بقى لله. اعزائي المشاهدين، احنا مع اسره عم عوض الله يرحمه. سقط بسيارته الملاكي في بحر جبيل قناطر. يعني هو كان جاي من المحل بتاعه عشان ياخد ابنه احمد. عنده كم سنه احمد؟ 9 سنين. 9 سنوات. ياخد احمد 9 سنوات يوديه النادي، فغرق سقط بالسياره ولقي مصرعه. محدش قدر ينقذهم. يعني كان الساعة كام الصبح الحادثة كده؟ الساعة 7 الصبح. لا في ناس نزلت بس خلاص بقى. عشان بقى الحمد لله. منين هو عم عوض؟ من الأحراز. أعزائي المشاهدين، يعني دي أسرة عم عوض ونجله أحمد في انتظار تصريح الدفنة لاستخراج للدفنة ودفن الجسامين بمسوهم الأخير بقرية الأحراز. تعرفوا عم عوض أنت طبعا؟ عم عوض عامل يعني بيعرفوه كويس في البلد، الناس كلها بتحبه. احمد عنده كم سنه؟ 29 سنة. انا عرفت انه كان عنده ولدين تانيين كانوا راكبين معاه، ولا هما كانوا فين؟ لا هما كان يوديهم من النادي، راح يجيب ابنه. بيجيب ابنه؟ أعزائي المشاهدين، لازلنا أمام مشرحة مستشفى جبيل قناطر بنتابع استخراج تصريح دفنة الحاج عوض الله ونجلي أحمد 9 سنوات. عم الحاج عوض 38 سنة، صاحب محل بيتزا في قرية الأحراز. ونجلي أحمد عنده كم؟ أحمد 9 سنين. سنة كام؟ سنة كام؟ 5. متعود يروح النادي كل يوم أصلا؟ أنا معانا التدريب ده. يعني كل يوم عم عوض بياخده؟ 3 أيام في الأسبوع. بياخده يوديه. بداية الواقعة عندما تلقت مديرية الأمن الأيوبية بلاغا بسقوط سيارة يستقلها أب ونجله في بحر شبين القناطر في محافظة الأيوبية. انتقلت على الفور قوات الأمن وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم رفع السيارة من بحر شبين القناطر وانتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر في محافظة الأيوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة. وانتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثتين في مشرحة مستشفى جبيل القناطر وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية. أسرة عم عوض وعدد كبير من أهالي القرية يتجمعون أمام مشرحة مستشفى جبيل القناطر زي ما احنا شايفين في انتظار خروج الجسامين إلى مسواهم الأخير في ودفنهما بقرية الأحراز بشبيل القناطر في محافظة الأليوبية.